كاب التاكسي ده لاني بابا. يا بنت الكابي مش هينفع يا بابا، مش هينفع. هو ايه ده اللي مش هينفع؟ مش هينفع اني ما اتكلمش، مش هينفع اني ما اقولش على اللي قتله علي. اصل انا افتكرت رمه العربيه. طب اركب الاول وبعدين نتفاهم. يا بابا ما هو ما هو ايه؟ ما هو ايه يا ليه؟ هو ما فيش سنس خالص؟ ده انت وقعتي قلبي يا بنتي، دي عامله تعمليها في ابوكي برضه. يا بابا دول قتلوا قدام عيني. طب بقول لك ايه؟ استهدي بالله كده واركب التاكسي يلا. مش هينفع، لازم ابلغ عن المجرمين اللي قتلوا علي. تبلغ عن مين؟ الناس دي احنا مش قدها، نروح منهم فين؟ نروح شمال يمين؟ هيعكشونا في الان بتوين. وحد الله واركبي بقى يلا. يا بابا ارجوك افهمني. بقول لك ايه؟ انت هتركبي معايا بالذوق ولا ركبوكي بالعافيه؟ في حاجه يا انسه؟ لا 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 لا، مفيش عصول، دي بنتي وانا ابوها وبنتكلموا مع بعض عدم المؤاخذه، مفيش. انت بتبص للبنت كده ليه؟ فرجيت انت يعني انسى البيت، بكره لازم تخلص. يلا يا اختي يلا يلا، فضحتينا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، منك لله انت ونجم امك في يوم واحد يا واحده. اركبي 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 يا بنت. اطلع يا اسطى. امك هي اللي قالت لك مش كده؟ امي ما قالتليش حاجه. امال سبت المستشفى ليه يا لولا؟ عشان سمعتك وانت بتقول لها اني لازم اسكت. ما هو انت طبعا لازم انت تسكتي. الو ايوه يا باشا. لا كله تمام التمام. لا حصل الحمد لله. ايه؟ لا زي ما توقعت. يعني وصلت لها؟ يعني ايه معاك دلوقتي؟ يا اخي يا اخي، نشفت دمي تليفونك ده. ايه؟ ماشي ماشي ماشي. سلام. هو كان شاك ان انا خطفها ولا ايه؟ ايوه، بس الظاهر انها قاعده جنبه فمش عارف يتكلم. الله، تعرف ان دي فكره مليون جنيه يا كينج. ايه؟ يعني خطفوها؟ انت اتجننت، احنا ناقصين بلاوي اكتر من احنا فيه ده. ما انا خايف من البت دي. ما تخافش، البنت تحت السيطرة. أبوها كلمني أول ما هربت من المستشفى، وكلها ساعة وهتبقى تحت عينينا. عينين مين يا كينج؟ أنت ناسي إن أنا من نجم نازل مصر عشان أخلص من العربية. خليك أنت في موضوع العربية، أما موضوع ليالي بقى فسيبهولي أنا، هعرف أتصرف فيه بمعرفتي. خش يا أختي، خشي. ليالي اخصى عليك، اخصى عليك يا ليالي، كده برضو تعملي في أمك كده؟ معلش يا ماما غصب عني. هو ايه اللي كان حاصل؟ رحتي فين؟ وابوكي جابك منين؟ مش وقته يا وليه. يلا خش بسرعه، وضبي كام هدمه ليها وليك، يلا بسرعه. ليه احنا هنروح فين؟ يا وليه بطلي لت بقى، البوليس زمانه جاي. بوليس ليه؟ هي ليالي عملت ايه؟ يوه دي لسه هتقول لي عملت ايه؟ يا وليه بطلي رغي في كلام ملوش اي لازمه. بابا انا عايز اقعد اتكلم معاك. بعدين بعدين هنقعد ونتكلموا براحتنا، دلوقتي مش هينفع. لا بقى والله، وانا متحركه من هنا غير ما اعرف الاول احنا رايحين فين. هنقعد يومين ثلاثه في شقه مفروشه. خلاص ارتحتي؟ ونسيبه هنا ليه؟ يا لهوي يا ام على الغباوه. يا وليه هو انا اقول لك طور تقولي احلبه، اقول لك كلبه مسعور تقولي بسبس له؟ يا وليه دي جنايه قتل، وبنتك هي الشاهده الوحيده، افهمي بقى. انا اللي عايز افهم، انت ليه مش عايزني اقول اللي شفته؟ بصريح العباره كده، انا جالي تهديد في التليفون، واحد صوته وحش كلمني وقال لي هرش بنتك بمية نار لو اتكلمت، ونخليها تعيش طول العمر في شوها ده لو عاشت.